ولنتكاتف نحن الحوزة العلمية مع الشعب العراقي، ولنتكاتف كأحزاب وتيارات للوقوف ضد هذا الاستعمار اليهودي الأمريكي، ولنطلب منهم جدولة الاحتلال وتطبيقه فعلا وليس على حبر على ورق كما يعبرون. يا الله يا الله يا الله. بأن الدكتور موفق ربيعي قال له بأنه قد جاء بلاغ أو جاءه تبليغ من الدكتور العفو من أياد علاوي بأن ينسحب فورا من المفاوضات وأن يذهب إلى بغداد، وبالفعل ذهب بالطائرة وبنفس الطائرة وبنفس الوقت جاءت طائرة أخرى تحمل مسؤولين من الحكومة المؤقتة، وزير داخلية، وزير دفاع، وزير الدولة وبعض المسؤولين الآخرين، وقالوا بأن الهجوم سوف يبدأ هذه الليلة الهجوم النهائي. الحكومة العراقية قررت استئناف أني أترك الباب مفتوحا، فمتى ما شعر السيد مقتدى أنه مهيئ لعقد اتفاق فأنا مستعد للعودة إلى النجف فورا وبدء الحوار. فأنا مضطر للعودة إلى بغداد لأنني أعطيت سقفا زمنيا وعملت على تمديد هذا السقف الزمني عدة مرات، وأدعو إلى تحكيم سلطة القانون وحفظ حرمة المدينة المقدسة ونبذ العنف. ما أردته وسعيت له في مجيئي إلى النجف هو أن لا تخرق حرمة المدينة المقدسة، وأن لا تنتهك قدسية مرقد الإمام علي عليه السلام، وأن لا تراق الدماء البريئة فيه، وأن لا تحصل سابقة في التأريخ، وتنتهك حرمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صوت من يطلع. اطفوك. خلو.